شكرا. تستاهل. يلا تستاهل. يلا العب لي. تلعب الحين على اللينك العود ولا الصغير؟ الذهبي ولا الفضي تبي؟ لا خلنا على الفضي اسهل. على الصغير؟ يلا بسم الله. واحد فاضي فاضي خمسة. واحد فاضي فاضي خمسة. أعطني نفس الأرقام. خلني واحد واحد خمسة خمسة. واحد واحد خمسة خمسة. خلنا نشوف. 1105. خلنا نشوف. شباب قال واحد واحد خمسة خمسة. قول الرغم مرة ثانية. شكلك ضرب اليوم. قول الرغم مرة ثانية. واحد واحد خمسة خمسة. يعني أكرر الأرقام. واحد واحد خمسة خمسة. ها شباب فايز. فايز مبروك. فايز 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 مبروك فايز. عطني عطني اليوم. تمردغ اللينك اليوم. تمردغ اليوم. محمد عز قاعد بالزاويه هنا. تمردغ اللينك اليوم. تمردغ. الف مبروك يا احمد وجابتك طلعت صحيحه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مشكورين مشكورين. تستاهل تستاهل تستاهل. طيب الله يبارك. وهذا طبعا اللينك عشان المصداقيه. مالي شغل بالذهب لا تخاف. هذا اللينك الفضي ونقول بسم الله ونفتحه على الهواء. وهذا رقمك واحد واحد خمسة 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 خمسة. فايز فايز مبروك فايز يا بطل. فايز أحمد عليك بالعافية يا أحمد. الله يعافيك الله يعافيك أحمد. احنا خويا دائما ناخذها. يعني نسأل يعني المتسابق اللي شارك معنا من ياخذ اللينك تبدأ تصرفه على شنو بتسوي فيه؟ والله مصروف عيد حق العيال. اي أيوة والله. الله يحفظهم لك ان شاء الله. حقا الله يحفظهم. أيوة ان شاء الله. يستاهلون. الله يخليك لهم ان شاء الله. تاج على راسهم يا رب. يسلمكم. مشكورين. شكرا لك وعلى اتصالك والف مبروك جوازك معلق. تستاهل يا احمد. الحلقه هذه يستاهلون. اقول لك شنو اللينك قام يتمردغ. اي احمد الفضل الحين داخل راح يقول شلون تجي حصان يتمردغ اللينك. خلاص ما في من عند